من أشواط الصعود الشوط 19 بسم الله وعلى بركة الله. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة الشوط الصعود. ما شاء الله شوط الابكار الصعود شوط الابكار الصعود. نتقدم مباشرة على مقدمة هذا الشوط عند بالحرزي 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 راح بالحرزي احمع الشاهيني سعيد بن مبارك بالحرزي. الشامس تو بالفعل انطلقت مع المركز الاول. المركز الثاني متواجد بن صوان السيد احمد بن مبارك بن طالب الشريفي يقدم بلاد صوان عنده. ولكن اشوف هنا الغدوم يا سلام اللي غيرت اللي بدلت هنا. شوف الكاميرا رقم 18 هذه الشهيريه فريق بن علي بن حمود. يا سلام واحد من الشباب يطمح في تسجيل النقطة الثانية. المركز الثالث عندك حمد بن سعيد بن ناصر الزرعي يقدم لنا الشاهينية. جولة الأوامر جاسم بن سالم لهيب يقادم بهذا الشوط اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة بهذا الشوط. الله 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 شوف الخامسة يا مصور شوف الخامسة بنمطوع وصل بنمطوع يا شراب مطوع بسيفه بشمال الظهري يقدم جبارة تما صدارة بالفعل. افتحوا لها الطريق قادرة جبارة تما صدارة ما شاء الله. اشكرك ومطوع بسيفه شمال الظهري قدمينا جبارة وبالفعل راحت بالصدارة من سجلت حضور بنمطوع بهذا الصباح. اسعد الله صباحك بكل خير يمطوع بابي شمال الظهري مسجل معانا حضوره بهذا الصباح. مطوع بسيف شمال الظهري مع جبارة اهالينا والف مبروك. المركز الثاني وصلت في الشاهينية احمد بن سعيد بن ناصر الزرعي. المركز الثالث كاسم سالم الوهيبي. المركز الرابع 25 هذه عند بالهضعة عند احمد بن مبارك بن طالب بالهضعة الشريفي بن صوان. التغيير الزمني دقيقتين 12 ثانية سجلت معانا جبارة وجبارة مطوع بسيف بشمال الظاهري. تهانينا والف مبروك اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة وسجلت حضور ممتاز وحضورا مشرف بهذا الصباح. تابعنا اليوم